فضيلة الشيخ غفر الله لك، حكم الاعتداد بمن يهتمون بحساب الجمل في القرآن الكريم ويتوصلون إلى نتائج؟ إيش حكم الاعتداد بما بالذين يحسبون جمل القرآن وحروفه ويتوصلون إلى نتائج معينة؟ الاعتداد النتائج التي يتوصل إليها من يهتمون بحساب جمل القرآن فيتوصلون إلى نتائج معينة. مثل إيش؟ مثل كتاب سقوط إسرائيل، ها؟ سقوط إسرائيل وتحديده بعام 2022 عن طريق حساب سورة بعض الكلمات والآيات في سورة الإسراء. يعني أن يستنتج من حروف القرآن حوادث وكلمات. نعم وكلمات. يقول هذا حرام ولا يحل. لا يحل للإنسان أن يستنتج من القرآن الكريم شيئا للحوادث، لأن هذا الاستنتاج خلاف ما درج عليه السلف الصالح، ولأنه قد يستنتج شيئا ويكون الأمر بخلافه فيوجب الطعن في القرآن الكريم، ولأن القرآن لم ينزل لهذا. القرآن نزل ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لا لتحديد الحوادث التي ستأتي. ولهذا لا تجد في القرآن ما يدل على هذا أبدا. تجد مثلا ألفاظ عامة، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. وأما أن نستنبط من حاميم عين سين قاف كذا وكذا من الأحداث فهذا لا يحل ولا يجوز. لكن السؤال يا شيخ، الآن في بعض الكتب مثل الكتاب الذي ذكرت يقول أنه حسب في سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم إلى قوله 300 سنين وازدادوا 9، يقول فوجدت الكلمات 309 كلمات وتسع كلمات، فهو يعني يستخدم هذه الطريقة لحساب. لا، كما قلت لك هذا غير مراد بلا شك، لأن الله تكلم بالقرآن كلاما يقصد به المعنى، ما يقصد بها أن نعدد حروفه وكلماته. نعم.